السلام عليكم، معكم ابراهيم التليمي عن جمعيه احنا كالي تنميه والتعاون. جينا نشاركوا النسخه الثانيه من الكرنفال الدولي لاكادير. والجدير بالذكر ان احنا اللي توجنا بالنسخه الاولى، وكلنا عازمين ان نتوجوا بالنسخه الثانيه من خلال مجسم خريطه المغرب، اللي من خلالها كنوجهوا رساله لاعضاء الوطن ان المغرب في صحراء وان صحراء في مغربها. وكذلك جسدنا القوات الخاصه اللي كتصر على حمايه الوطن. وكان من هذا المنبر كنحييو جميع قوات الامن المغربيه، وكذلك شفنا العصرات التقليديه ديال الزيتون بجميع مراحلها، باش اننا نبينوا التراث المغربي ونبينوا انه الاشياء التقليديه المغربيه اللي وثناها من اجل ديالنا اللي حاولت القرض اننا نبينوها للناس. وكنتمناو ان النجاح لهذا التظاهره. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.